متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من شوارع مدينة بن سليمان. دقائق قليلة متابعينا الكرام قبل موعد الإفطار، شوفوا معنا شوارع المدينة كيف عاملة متابعينا الكرام، كيف ما كتشاهدوا معنا في هذا البث المباشر. دقائق قليلة متابعينا الكرام قبل الإفطار، شوفوا معنا شوارع المدينة كيفاش دايرة قبل موعد الإفطار متابعينا الكرام. إذن كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، فأنتم معنا في بث مباشر من شوارع مدينة بن سليمان، فكنتمنى أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. دقائق قليلة قبل موعد الإفطار متابعينا الكرام، فمباشرة من مدينة بن سليمان بالضبط من شوارع المدينة الخضراء متابعينا الكرام. إذن كما كتشاهدوا معنا في هذا البث المباشر من شوارع مدينة بن سليمان، دقائق قليلة متابعينا الكرام قبل موعد الإفطار. نسيمة، نعم اختي، تحية ليك كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام متابعي قناة شوف تي في، كنجديكم ترحاب معنا في هذا البث المباشر من مدينة بن سليمان. فأجواء شوارع مدينة بن سليمان قبل الإفطار متابعينا الكرام، كما كتشاهدوا معنا في هذا البث المباشر من شوارع المدينة الخضراء مدينة بن سليمان، دقائق قليلة قبل موعد الإفطار متابعينا الكرام. كما كتشاهدوا معنا مباشرة من شوارع المدينة الخضراء مدينة بن سليمان، فكنجدوا بكم ترحاب معنا في هذا البث المباشر، وكنتمنى أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. إذن متابعينا الكرام، فكنتمنى أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. دقائق قليلة قبل موعد الإفطار متابعينا الكرام متابعي قناة شوف تي في، فكنتمنى أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. متابعينا الكرام متابعي قناة شوف تي في، دقائق قليلة قبل موعد الإفطار متابعينا الكرام، كما كتشاهدوا معنا في هذا البث المباشر من شوارع المدينة الخضراء مدينة بن سليمان، فكنتمنى أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام دقائق قليلة قبل موعد الإفطار متابعينا الكرام، كما كتشاهدوا معنا مباشرة من شوارع المدينة الخضراء
مدينة بن سليمان، فرمضان مبارك سعيد وكل عام وأنتم بألف خير متابعينا الكرام. فبالصحة فطوركم متابعينا الكرام، فكنتمناو أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. إذن متابعينا الكرام، كما كتشاهدوا معنا في هذا البث المباشر من شوارع مدينة بن سليمان، ياسين حنا فطرنا الحمد لله. شنو المدينة خو ياسين؟ فمرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر قبل موعد الإفطار من مدينة بن سليمان. يوسف خويا تحية ليك. ان شاء الله كل يوم كنديرو دقائق قبل الافطار كل يوم من حي. يوم عندنا لنا مريم خويا، غدا ان شاء الله نديرو حي الحسامي. اذا كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، متابعي قناه شوف تي في، فانتم معنا في بث مباشر من مدينه بن سليمان. فكنتمناو أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. نسيمة احنا دابا في شارع جحا مباشرة في اتجاه الشارع الثانوي الجديد، شارع شمس المدينة. مقش عليه واحد وجوج شوارع بالمدينة، بن سليمان ولا فجوج شوارع مقش عليه واحد. فهاد الشارع غنمشيو منه تولى شارع رئيسي. ناسي ماش من بلاصه من الطرفايه، اش من بلاصه اش من طريق. محمد كان فيها شارع واحد بن سليمان ولا فيها جوج شوارع، شارع رئيسي هو الكبير وهذا شارع ثانوي اللي دابا غادي ندخلوا فيه. إذن متابعينا الكرام، أنتم معنا في بث مباشر من مدينة بن سليمان، فكنتمنى أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. فأنتم معنا في بث مباشر من شوارع المدينة الخضراء مدينة بن سليمان. هذا هو الشارع الثاني متابعينا الكرام، شارع الثانوي الثاني. الله يحفظك خويا يوسف، مرحبا. الله يحفظك خويا يوسف، الله يكبر بك. مرحبا اختي نسيمة، تحية ليك، مرحبا. محمد خويا والله ما عرفت بالله، ما عرفتش يا خويا محمد. تحية للزايدة كاملين ولاد بن سليمان ولاد طفايا. نعم تحية ليك اختي نسيمة وتحية لكل متابعينا الكرام. شوارع عفوا الدقائق قليلة قبل موعد الإفطار. مرحبا خويا يوسف، يوسف خويا مرحبا. فتحية ليك وتحية لكل متابعينا الكرام. كي
كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام في شوارع المدينة الآن كما كنقولوا بدات تخوى، يعني بنادم بدا كيمشي يدخل المنازل ديالو كيستعد للإفطار متابعينا الكرام. فبصحة فطوركم إن شاء الله، بصحة فطوركم. نعم خويا محمد، الجولف اللي كان دابا الاسم ديالو شمس المدينة. نعم تحية ليك خويا محمد كولومبوس، إن شاء الله غدا نديرو حي الحسني. إذا متابعينا الكرام كنتم معنا في بث مباشر من مدينة بن سليمان.